مع مواصلة محكمة جنايات القاهرة سماع الشهود في محاكمة محمد بديع وآخرون في قضية فضي اعتصام رابعة العدوية، قال شاهد الإثبات أحمد رضا إن أشخاصا مجهولين اقتادوه معصوب العينين إلى إحدى الأماكن وإنه تعرض لضرب والتعذيب، ورأي أشخاصا يحملون أسلحة نارية وآخرين يتعدون عليه وعلى غيره بالضرب، كما رأى محمد البلتاجي في مكان تعذيبه لمدة 5 دقائق مؤكدا أن البلتاجي كان يشرف على عمليات التعذيب.